نعم جوزيل، يعني لا زال الوضع ساخنا، يعني لم يخيم الهدوء طيلة فترات النهار على هذه المنطقة. القصف متبادل ما بين حزب الله وما بين الجيش الإسرائيلي، حيث تسقط زخات الصواريخ بين فترة وأخرى على مناطق الجليل المختلفة، الأعلى والأسفل وكذلك إصبع الجليل. منذ نصف ساعة تقريبا سقطت إحدى القذائف في المنطقة التي تكون خلفنا، وهي هي مزارع شبعة، كفار شوبة، هذه المناطق التي يستهدفها أيضا الجيش الإسرائيلي والذي يضرب بمدفعية، ونتحدث عن مدفعية هاوزر الأمريكية التي تقصف بقذائف من عيار 155. هذه القذائف تصل إلى مدى يصل من 30 إلى 40 كيلومتر، وهذا ما يوازي القصف من قبل حزب الله الذي يصل إلى خليج حيفا. هذه الصواريخ التي يطلقها نعم. حزب الله بالفعل تصل إلى ذلك نعم. المدى 40 إلى 50 كيلومتر. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا، نذهب لمشاهدة هذه الصور حول غارة إسرائيلية جديدة على بلدة حانين في جنوب لبنان. نتابع إذن غارة جديدة على جنوب لبنان، تحديدا في بلدة نعرج أيضا على أن الجبهة الشمالية للحرب من إسرائيل على جنوب لبنان وصلتها إمدادات عسكرية، تعزيزات عسكرية بالقوة، فرقة إضافية وهي فرقة خامسة بعد أن كانت تقاتل هنا ثلاثة فرق، وتم دعم الجبهة بفرقة الفرقة 146، وكل فرقة تتكون من أكثر من 10,000، يعني الفرقة 146 هي تتكون من 17,000 مقاتل. اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي عن وصول فرقة خامسة، وهذا يعني أن أكثر من 10,000 مقاتل وصلوا إلى الجبهة لتعزيز الاقتحامات البرية. نعم. نرى هنا المدفعية باستمرار تقصف مناطق في مزارع الشبعة وكفار شوبة، وتسقط الصواريخ على المستوطنات هنا، كريات شموني، مارجليوت، المطلة، المنارة، هذه المناطق تسقط فيها كزخات المطر الصواريخ من قبل حزب الله. لكن الدفاعات الجوية أحيانا تعمل وأحيانا لا تعمل. بالفعل هناك فشل ذريع لهذه المنظومات الدفاعية، وأن هذه الصواريخ تصيب أهدافها إذا لم تكن بالكامل فهي تصيب بعض هذه الأهداف. الجبهة مستعرة ومشتعلة بالفعل بين فترة وأخرى، يعني غياب يومين للمقاتلات الإسرائيليات عن الجبهة، اليوم كانت المقاتلات تحلق وتجري عمليات إغارة على جنوب لبنان. لا بد أن اليوم هناك عملية كبيرة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، خاصة في مناطق قرى الرامية والمناطق الحدودية. شكرا لك على كل هذه التحديثات التي وفيتنا بها من الحدود الشمالية الإسرائيلية. كان معنا موفد الحدث الزميل رائد الأغبر.